تنطلق جلسات الحوار الوطني في مصر غدا بجلسة افتتاحية تتبعها ثلاث جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش في المحاور الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة كل أطياف المجتمع المصري وقواه. وأعلنت أحزاب الحركة المدنية مشاركتها في فعاليات الحوار الوطني، وأوضحت الحركة أن المشاركة جاءت بأغلبية الأصوات، وأن جميع أحزابها ملزمة بالمشاركة بناء على القرار الصادر في الاجتماع الذي عقد بمقر حزب المحافظين.